مع إسرائيل، إما هذا مع روسيا، إما هذا دول أفريقية، إما هذا دول شرقية، مش مهم. أهم شيء الآن تركيا تريد أن تطوي في اقتصادا، وتريد أن تبيع منتجاتها بأكثر ما يمكن. في هذا السبب نسي شوارع الآن. وفي هنا الآن حكومة التركية مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لا بد أن يراعي مصاصر تركيا أهم من مصاصر أي دولة ثانية. ثم بالنسبة لقطع العلاقات الآن في دول العالم الإسلامية، تركيا بس يستطيع أن يتكلم مع دول الغرب، مع أمريكا، مع أوروبا في حل النزاعات الإقليمية بالنسبة للتحصيل باليورانيوم، بالنسبة المشاكل في لبنان، مشاكل في سوريا. إذا يقفل ولكن سيد أوغلو، يعني برأيك هذا اسمح لي اسمح لي، هذا الدور الذي تلعبه أو تقول به تركيا سيد أوغلو؟ أيوه سيد أوغلو، برأيك هذا الدور لتركيا في المنطقة هل كان ليكون لولا الضوء الأخضر الأمريكي؟ طبعا بالنسبة للموقف العلاقات التركية مع أمريكا مستمرة جدا، لا يمكن أن نبعدها، لا يمكن أمريكا أن تبعد عن تركيا. لكن بالنسبة في هنا، طول ما السياسيين يجتمعون ويتكلمون لابد يحلوا المشاكل. طول ما يقطع العلاقات لا يمكن أن نجد الحل. وتركيا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في لقاء باراك أوباما وضع شروطه، وضع موقفه، وضع كل شيء. مطالب تركيا ماذا ينتظر تركيا؟ كيف حصل الموقف؟ طبعا بعض الشيء، بعض الحوارات وبعض المباحثات وبعض المكالمات يعكس في الجرائد وفي الاعلام، اغلبيته لم يعكس. بهذا السبب الان طول ما غرب اوروبا والامريكا يعرف، اذا تريدون حل في المنطقه، اذا تريدون الديمقراطيه في شرق الاوسط، لا مفر عن تركيا، بل امريكا والاوروبا والاسرائيل تحتاج الى تركيا لطريق السلام، لطريق الديمقراطيه. ارجو ايضا ان تبقى معي سيد اوغلو، ارجو ان تبقى معي، طبعا ساعود اليك. دكتور ابراهيم، يعني برايك هل يمكن لهذه العلاقات بين تركيا والكيان الاسرائيلي ان تعود يعني الى ما كانت عليه، على الرغم من كل ما تفضلت به ومن كل الضغوطات التي يقوم بها الغرب وتقوم بها الولايات المتحدة والمصالح التي ترتبط بين الكيان الإسرائيلي وبين تركيا؟ أعتقد أن الأمر يرتبط أساسا بكيف ستتصرف إسرائيل، كيف يكون سلوك القيادات الإسرائيلية. جميعنا يتذكر أن السيد رجب طيب أردوغان قال أنه قبيل العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة في العام 2009 كانت سوريا وتركيا وسوريا وإسرائيل وبوساطة تركيا على وشك إبرام صفقة أو على وشك إبرام اختراق تاريخي في المسار السوري الإسرائيلي، لكن الرد الإسرائيلي جاء في تلك الحرب المدمرة. أكثر من ذلك، أن القيادات الإسرائيلية ما برحت تتنكر للدور التركي وتحاول أن تلتف على هذا الدور. أعتقد أن المشكلة قائمة في إسرائيل وفي العقلية الإسرائيلية. الأتراك لم يتغيروا، بقوا على دورهم وبقوا على حرصهم في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. المشكلة الأساسية في هذه المنطقة بسلوك إسرائيل وبالأسلوب والمقاربة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية لقضايا المنطقة، حيث أنها تفكر وتنظر بعين إسرائيلية وقلب إسرائيلي في لقاء السيد رجب طيب أردوغان وأوباما في البيت الأبيض في كانون أول من العام 2009. نعم.
قال أوباما لرجب طيب أردوغان أنه يندد بعمليات حزب العمال الكردستاني وأنه يعزيه بالضحايا الأتراك في ذلك الوقت وأنه سيعمل مع أردوغان على هزيمة الإرهاب في أي مكان وجد، وقصد بذلك تركيا وحزب العمال. لكن تبين فيما بعد أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرت ملاذا آمنا لحزب العمال الكردستاني الذي بدأ يتلقى دعما كبيرا من إسرائيل، تجلى في عمليات نوعية داخل المدن الكردية في مهاجمة القاعدة العسكرية البحرية التركية في لواء اسكندرون. الأزمة الحقيقية، المشكلة الحقيقية في الشرق الأوسط هي السلوك الإسرائيلي. هناك آلة قتل اسمها إسرائيل في المنطقة لا تريد. طيب ولكن دكتور إبراهيم، هل تلقى السيد أردوغان من الرئيس أوباما وعودا بفرملة هذا السلوك الإسرائيلي، وبالتالي هناك كما تعلم امتعاض أمريكي من سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط؟ ليس لدي معلومات في هذا الخصوص، لكني أعتقد أن الرئيس أوباما لا يستطيع أن يعطي رجب طيب أردوغان مثل هذه الوعود، لأن إسرائيل بالنهاية يقودها مجموعة من الحمقى كما تقول الصحافة الإسرائيلية. إسرائيل تقودها الآن حكومة حمقاء يمينية متطرفة، لا يمكن التنبؤ بتصرفات نتنياهو أو ليبرمان وحتى باراك الضعيف والمتردد. هذه الحكومة لا يمكن أخذ ضمانات منها ولا يمكن قبول ضمانات منها. نعم، يمكن للرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يستخدم قوة الولايات المتحدة الأمريكية وثقلها السياسي والاقتصادي للضغط على الكيان الإسرائيلي وانتزاع المواقف التي تتناسب مع قضية الأمن والسلام في المنطقة. دكتور إبراهيم اسمح لي بما تبقى 20 ثانية. سيد أوغلو، برأيك هل سيعتذر الكيان الإسرائيلي لتركيا وهذا أضعف الإيمان؟ هل سيعتذر الكيان الإسرائيلي لتركيا وهذا أضعف الإيمان؟ سيد أوغلو تفضل. ما سمعت، ممكن تكرر مرة ثانية؟ نعم تفضل باختصار. ما سمعت سؤالك. هل سيعتذر الكيان الإسرائيلي لتركيا؟ الكيان الإسرائيلي لا تستطيع أن تسيطر على تركيا. تركيا لم يكن قبل 20 سنة، تركيا الآن تغير، مع شعب تركيا تغير واقتصاد تركيا تغير ونمو تركيا في الآن في العالم درجة ثانية. الآن بالنسبة لهذا أثبت الآن شعب التركي معتمد جدا على حزب العدالة والتنمية ومتمسك جدا على رئيس عبد الله أكول، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. لا تستطيع أن تسيطر على تركيا، واقتصاد تركيا الآن أقوى من سيطرة. نعم أشكرك من أنقرة عبر الهاتف النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية السيد مصطفى أوغلو، من دمشق الباحث في القضايا الاستراتيجية دكتور طالب إبراهيم. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.